أختنا تقول كان هذا الحادث منذ حوالي 10 سنوات أو أكثر، حيث ذهب أخي ووالدي قاصدين أحد الأماكن، وفي الطريق ظهر فجأة طفل وسط الشارع، فلم يستطع أخي إيقاف السيارة إلا بعد أن وقع الحادث ومات الطفل. وتنازل والدي الطفل عن هذه القضية عندما دفع له دية قدرها 30,000 ريال. والسؤال هو أن 30,000 ليست من أخي، وإنما جمعها له زوجي والأقارب لأنه لم يكن يملك مالا. هل هذه الدية صحيحة أم يجب أن يجمع 30,000 من ماله الخاص دون مساعدة أحد؟ وهل يجزي ديارك صيام شهرين أو عتق رقبة؟ أفيدوني أفادكم الله. مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية للنظر في أسباب الحالة، وهل أخوك متسبب في وفاة الطفل وعليه مسؤولية؟ نعم، إذا لابد من العودة إلى المحكمة؟ لابد من العودة إلى المحكمة الشرعية إن كان في بلدكم محكمة شرعية. أما إذا لم يكن هناك محكمة شرعية فينظر في أخوك يعرف هل هو متسبب وهل هو مفرط في حين الحادث، فيكون عليه كفارة، يكون عليه كفارة ويعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وأما الدية فهذه دية خطأ تكون على عاقلته، على عاقلته وهم عصبته وعصبته، نعم، تحملون الدية.